بنعمل أوسوبوكو. يعني إيه أوسوبوكو؟ بداية هي كلمة تلياني أو كلمتين تلياني، أوسوبوكو اللي هو لحمة ذات بوكو، خرم، اللي هو الخرم بتاع العظمة بتاعة الموزة. أوكي، في موزة خلفية وفي موزة أمامية، في سمانة وفي موزة، عشان ما تلخبطوش من اتنين. تمام، خلاص نيجي بقى هنا، والحلة بتاعتي لازم تكون لها غطاء محترم، ونحط زبدة ونقدحها. اوكي، ولما بقدح الزبدة بتعمل برنوازات وبتبقى بني. مطلوب، ده مطلوب. اوكي، ومعانا بعد كده بقى الميربوال، اللي هو معايا البصل والجزر والكرفس، معايا طماطم، معايا الأنشوجة، حفريها واحطها مع الميربوع، ومعايا بعد كده عصير تفاح وخل عنب أبيض، ومعايا مرقة لحم. هي بتتعمل بريزيه، هستنى عليها شوية، بتعمل بريزيه وبتقعد على النار، يعني حسب بقى طبعا، يعني أنا متهيألي ممكن تقعد 3 ساعات، وتتسقسق بقى بالإيه، بالمرق ده شوية شوية. فأنا هحط الحدوتة دي على بعضها، المرقة مع العصير مع الخل على بعض. أوكي، وده اللي هسقي بيه. أوكي، طبعا هي ما تقعدش تقلبها، ما بتقلبش، انا بس عشان اعمل ده كده. اوكي، لو اتقلبت هتبوظ. وناخدها واحده واحده كده ونحطها، بسفعها على النار. اوكي، شويه شويه، يعني تسفع كده، وبعدين بالراحه قبل ما تستوي. ممكن قبل ما تستوي ممكن تقلبوها، انما لو استوت خلاص مش هنعرف نقلبها بعد كده. يلا، وناخد بقى الانشوجه نهرش تماما. الانشوجه مالحه قوي، وعشان مالحه قوي تمليح اللحمه بيبقى يعني ايه مش كتير، وما تملحش خالص دلوقتي، ملحش اللحمة دلوقتي، وحطه مع اللحمة. يبقى هي ايه في الزبدة كده. اوكي، خلاص، الحق اقلب بقى، الحق اقلب على الناحية التانية يا جميل، اهو كده. ابتدي بقى ايه، احط معاها المربوع هكذا. اوكي، الجزر والكرفس. ومش هنقلب ومش هنعمل حاجه، بس ايه، هنفرد الكلام ده كده معاها. اوكي، ونسيب الدنيا تقول مع المرقة. اوكي، نحط بقى ايه، شوية من المرقة. قد ايه؟ نص كوباية. ونعمل ايه بقى، ونغطي تماما. كل ربع ساعة افتح وازود ربع كوباية، نص كوباية، حسب ما انا محتاج، حسب ما محتاج. غليت وبقى لها مثلا نقول ربع ساعة، هعمل ايه بقى، هوطي النار على قد ما اقدر. يعني مثلا لو انت عندك البوتاجاز 6 هتخليها على 2-3، المهم انها تحافظ على شمعة الغليان. اوكي، نفتح بقى ونزود شوية مرق.
ونسيبها برضو كده، كل ربع ساعة هفتحها وازود لها شوية مرق، يعني تقريبا ثلاث ساعات. لغاية ما هلاحظ ايه بقى؟ هلاحظ انه الخرم اللي فيه العظمة، يعني اللي فيها الخرم ده فيه نخاع، هيبتدي النخاع ده يستوي ويطلع، ويبتدي يعني لو خبطتها خبطة كده النخاع يطلع من العظمة، وهيبتدي الفصوص اللحمة اللي حوالين العظمة عايزة تطلع، انت بس مكتفها، مكتفينها بالش... ها؟ هي عايزة تطلع بس مش طبعا مش هسمح لها انها تطلع، عشان اللحمة ما تسيبش العظمة وتسرح في الحدوتة، مش هيحصل. اوكي، بعد ما الكلام ده يحصل هتشيلها بالراحة، خلي بالك تشيلوها من تحت كده بالراحة، وتغرفوها بالراحة، وتفكوا الدبارة بالراحة، وتحطوا عليها شوية صوص من هنا، وتقدموا معاها ال تلياتيلي او فيتوتشيني. اوكي، ممكن بس مش سباكيتي ومش بني ومش اي حاجه ثانيه، وبتبقى بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، ده الاسبوكو.